الصفراء للأطلسي وهي الثانية، وهي الثانية للأطلسي، وبالتالي غتكون عنده بطاقة حمراء. إذا بلال المغري تابعين الإعادة. هنا الصورة من زاوية أخرى أمامكم مشاهدينا، من زاوية أخرى التدخل وشي ضربة جزاء أمامكم الصورة مشاهدينا الكرام للحكم عليها. وهنا نتابع مرة أخرى من زاوية أخرى، ربما الحكم شاف أن هناك تدخل على مستوى الرجل، يعني ما كانش تدخل. العلوش نجم اللقاء، لاحظوا يتألق يعني لجمعنا غير المحاولات ديال العلوش اللي صدها والتدخلات التالية في المقابلة، فهي المواجهة. هنا بطاقة صفراء لجحوع بسبب التدخل حق الحارس. طريقة جميلة يوسفي ويضيع، طريقة جميلة، طريقة يبقى عن طريق ضربة ترجيحية ويسجل بالفعل. المغرب التطواني ويسجل، ويسجل في التنفيذ أمام اليوسفي، فرصة ترجيحيه وفرصه يسدد. مغرب اتلتيكو تطوان يمر الى دور الربع النهائي.